ناقد للمرة الثالثة داخل مقاطعة سيدي بلوك الدورة ديال سبتمبر. كيف كتعرفوا بأن الدورة ديال سبتمبر كتجيب التزامن مع الدخول المدرسي، وكان واحد العرف اللي كتديروا دائما المقاطعة في المجالس السابقة كيتم استدعاء المسؤول الوسيط على وزارة التعليم باش يشوف الترتيبات والاستعدادات ديال 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 الدخول المدرسي. بس عارفوا لأن هذه المقاطعة وهذه المجلس هذا ما كتهموش الساكنين، يعني مسألة ديال الدخول المدرسي تم دروس وهذا المدرسة اللي كنهضروا عليه والمدرسة العمومية في الوسط داكشي ما كاينش في الخارج، ما كاينش في لاجوندا ديالتهم. لاجوندا ديالتهم هما بغيو يدوزوا حساب إداري مشبوه كما جاء على لسان الأخ رئيس اللجنة المالية والإخوان النواب، وما تنبغاش بدون مناقشة كنهضروا على المال العام اللي كت القيمة ديالو اللي أكثر من 2 مليار ديال السنتيم، وغادي تدوز من تحت بدون مناقشة بدون ما نعرفوا في داكشي فين غيمشي. وبغينا نعرفوا الشق في الشق الاجتماعي، حنا كنعرفوا الخصوصية ديال المدينة القديمة وديال المنطقة، لأن كاينة طبقة هشة وطبقة فقيرة اللي كاين اللي دابا باقي ما شراش مكتوبة لولادو. الشق الاجتماعي شنو خصو في الشق الاجتماعي؟ انتوما كتهضروا غير على السفريات ديال الرئيس وتعويضات الرئيس وكذا وكذا، هذاك الشيء كاين بدوز زياده، وعندما يتعلق بالمواطن المسحوق اجتماعيا ما كاين والو. الصفقه ديال الدواء احنا حيحنا عليها الحمد لله، زعما تقنعنا بانها راه كاينه وكاين الدواء وكاين الفائض، داك الشيء علاش ما هضرناش عليه لحقاش حنا لا نريد اثاره الفوضى. نحن مع الصريح العام، نحن مع كلام سيدنا الله ينصرو اللي كيهضر على الجديه ونتحمل المسؤوليه بتفاني وفي خدمه الصريح العام وبعيدا عن المصالح الذاتيه الشخصيه. كاين بعض المشاكل لا بد ولا مفر من طرحها، ولكن واحد المشكل ديال الناس ديال غرب غلف باشكو المعارف مجموعه ديال التجار تما في المعطره والكزاره يتعرضون لمضايقات والابتزاز من طرف واحد العنصريه ديال الشرطه الاداريه خارج نطاق القانون. هذه رساله ديالهم هما انا تنوصل بكل مسؤوليه وكل ثقه. حنا اليوم كمجتمع مدني كنوصلوا الرسائل الى السيده رئيسه جماعه الدار البيضاء السيده نبيله الرميلي والسيد رئيس مقاطعه المعارف السي مرشد الصادق باش انهم يفتحوا تحقيق في هذا الشيء في هذه الممارسات ديال جوج ديال العناصر. كذلك مشكل ديال التجار ديال المدينه القديمه في الشاكين اثرا جديده غرب قناوه باب مراكش مدينه داخل السور اليوم يتعرضون للترحيل القسري من طرف الوكاله الحضريه. حنا بغينا نعرفوا بانه كان مشروع ديال تأهيل المدينه القديمه اللي عطف يسيدنا على المدينه القديمه، وخصو واحد حيز مال واحد 3 مليار اللي هو مهم اللي وصل 90 مليار. واش كانوا كيديروا في الاول؟ البنايه اللي كانت متصدعه او معرضه مثلا باش انها غادي ترتدي المسار كيخرجوا الساكنه تيكريو ليهم في محلات التجاره كانوا واحد التعويض ديال 1000 درهم ريتامه تكمل على العمليه ديال البناء وديال الترميم. اليوم ما بقاتش هذه العمليه تحيدات، ولو تيجوا هاد الناس كاين المحل اللي 100 درهم تيقول غادي تسد نعطيك التعويض كمل وما عرفتش هذا. واش هذا حق؟ واش هذا حق؟ هاد الناس علاش كيقلبوا؟ بغينا نعرفوا، قولوا لنا اش واقع في المدينه القديمه؟ واش بغيتو ترجعوا نمشيو نعيشوا في الهواميش؟ حنا راه ولاد المدينه وكنشموا الريح ديال المدينه القديمه والدم ديال المدينه كل شيء ديال المدينه، حنا راه بحال بحال الحوت، إذا حيتينا من البحر نموتوا، حيتينا من المدينه القديمه مشينا. فهمتيني؟ وكاين مسألة أخرى ديال هاد المشاركين المساكن اللي والبارح عيننا واحد مات مسكين في السكة، هما دابا افتكرتو وكيتوالدوا في السكة، حنا بغينا نحبسوا النازيين، راه عارفين الوالدين المسؤولين اللي غاتحملوا هاد المسكين، راه حنا ما عندناش إمكانيات باش هاد المشاكل، الله يرحم الوالدين، هاد الناس راه تاهما غريبة مواطنين غريبة، شوفوا من الحالة، مشكل ديال النظافة، مشكل ديال الإكليرات، كلشي كل ما يتعلق بالسياسة الأخرى، الحالة التجارية المدينة، مشكل ديال المشكل ديال لاسينيسما، هادي كلها مشاكل ما كايناش في الأجندة ديال هاد المجلس. قول لي نقطة واحدة من النقاط جبدوها حتى هو غادي يهضروا فيها، ما كاين والو، كيهضروا غير على الفلوس، لأن هاد الفلوس كيما عرفتي، واش كيستافدوا منها والله أعلم.